يعني قدرنا نعمل 3 مناطق صناعيه كبيره، قدرنا ان احنا نشارك مشاركه فعاله بما يسمى بمشروع شارع بورسعيد او شارع التفريع، اللي هو بيعتبر المحور الاساسي اللي بيتمحور عليه اللي احنا بنتكلم عليه اقليم قناه السويس. يعني فبدات تظهر بورسعيد، والحمد لله ان انا هقول حاجه، خلال ال9 سنوات اللي انا تشرفت بالمسؤوليه في بورسعيد، كانت بورسعيد بتطلع في تقرير اليو ان دي بي اللي هو بتاع الامم المتحده، كانت هي المحافظه الاولى على جميع محافظات مصر دون استثناء في ال9 سنوات متتاليه. يعني كده يعني، فانا بحمد ربنا سبحانه وتعالى ان انا برضو ربنا ادهاني الحب الكبير جدا بتاع المجتمع البورسعيدي، لدرجه ان انا بروح هناك ما بعرفش يعني اقول الحمد لله على كل شيء، على المقابله الكبيره جدا ان هم بيقبلوني. لن اسال عن الشخصيات التي اثرت في حياتك، فقد عبرنا عليها في الحوار، ام هناك شخص تريد اضافته؟ يعني انا اتصور من ابرز الشخصيات اللي هي اثرت فيا، يعني هنقول يعني تنوع الشخصيات دي هتبقى كبير شويه. يعني مثلا في مجال الاسره، انا في اعتقادي الام والاب دول كان ليهم دور كبير قوي في تكوين الشخصيه بتاعت اللي هو مصطفى كامل، والحمد لله يعني ان انا شفتهم وانا كبير. يعني الاب مات توفى في وانا لواء، والام ايضا توفت وانا محافظ، فكان لهم اثرا كبيرا في حياتي بدون شك. يعني بدون شك كان هناك اثر ضخم جدا، ولا انسى الجدتين، يعني جد يعني هذه هي طبيعه الاسره المصريه، لها تاثير بالزبط. وترابط يعني قوي يمتد عبر، لكن في الناحيه العمليه والعملياتيه انا تاثرت، اول ما تاثرت بمعظم السادة الضباط مدرسي الكلية الحربية، و أولهم يعني عاوز أقول إن كان المدير بتاع الكلية الحربية سيادة اللواء عبد الواحد عمار، وكان كبير المعلمين سيادة الفريق محمد فوزي، أو كان أمير الله محمد فوزي، وكان أقدم المعلمين سيادة القائم مقام محمود زكي عبد اللطيف. والحقيقه يمكن اكبر واحد تاثرت بيه قوي هو القائم مقام محمود زكي عبد اللطيف، الذي اصبح مديرا للكليه الحربيه بعد الفريق محمد فوز على طول. لكن هناك الكثير جدا، يعني الشخصيه، يعني مثلا الساده الثلاثه المحافظين ان انا اشتغلت معاهم نائب، في اعتقاد انهم كان لهم تاثير كبير جدا علي. يعني اعتقد ايضا يعني تراكم المعرفه اللي انا استفدت منه من اول المدرسين في مدرسه شبرا الثانويه، وكان معظمهم يحملون درجه البكاويه. يعني مدرس الطبيعه في هذا التوقيت في الخمسينات كان عاطف بيه البرقوقي، الذي اصبح ناظرا لمدرسه شبرا الثانويه بعد ذلك، وكيل المدرسه بنوب بيه عبده. انا مش بقول بيه ان انا بقول بيه يعني، لا ده هو كان عندما يعني يصدر لهم كتب الوزارة لقبه كذلك، يحملون هذه الرتبة. محمد بيه توفيق شارودة، محمد بيه رشاد عبد المجيد اللي كان مدرس الرياضة ثم انتقل إلى مدرسة التوفيقية ليكون ناظرا عليها، كلهم كانوا يحملون هذه الدرجة. وبالتالي كنا بنشوف مدرس يعني قدوة، مش قدوة بس، يعني ده حاجة، يعني حاجة كبيرة قوي، يعني هو حاجة ده بيه، يعني مش بيه انت بتمنى عليه. يعني انت بنقول دلوقتي يقول لك انت عاوز ايه سعاده الباشا، لا انا مش باشا، لكن تاني كان يحمل هذه هناك طبعا دون، يعني مش عاوز انسى حد، لكن اكيد انا تاثرت تاثر بالغ جدا وكبير جدا بمعظم اللي هم كانوا ليهم فضل عليا، وحتى من ابنائي. انا كنت انا ما زلت ان انا يعني بأرنو إليهم كناس يعني يستطيعون أن هم يلبوا شيء من مطالبي. يعني فالتأثر ده واضح جدا مع كل الناس. يعني فلنعبر قليلا على الأنواط والأوسمة التي حصلت عليها، أيهما أقرب؟ أنا ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي بأن أنا أنال أوسمة
وناشئين وأموات من الثلاثة رؤساء الجمهورية. يعني أنا أعتقد أن في فترة الرئيس جمال عبد الناصر أخذت نوطين. النوط الأولاني وهو نوط كبير قوي بتاخد واتخذ في حرب اليمن، وهو نوط الشجاعة من الطبقة الأولى، وده أنا أعتقد سنة يعني سنة 65 أو حاجة زي كده. ثم تبع بعد ذلك بنوط آخر، نوط التدريب. ثم بعد كده في عصر أو فترة مسؤولية السادة الرئيس أنور السادات، يعني تشرفت إن أنا أخذت نوط الواجب من الدرجة الأولى في حرب 73. في فترة الرئيس حسني مبارك، ودي كانت الفترة الأطول، فأنا حصلت على جميع الأنوار تقريبا، نوط الخدمة الممتازة، نوط القدمة الطويلة، نوط يعني تشرفت بحاجات كتير، نوط الواجب مرتين، نوط التدريب، يعني يمكن حوالي 8 أو 9 أنوار شخصية. يعني كان لك العديد من الأنشطة الاجتماعية والرياضية تهتم بها بالرغم من أعباء القتال. شوفي، يعني أنا يعني الحقيقة الرياضة تمثل جزء عصب لحياة العسكري، جزء مش في حياة الإنسان العام، ولكن العسكري بلا أدنى شك. يعني أنا ما أحب إن أنا أقوله في خلال هذا البرنامج إن مفهوم الرياضة في مصر غير واضح. مفهوم الرياضة في مصر غير واضح، من غير المقبول على الإطلاق. إن احنا نشوف مثلا إثيوبيا على وجه الخصوص، إنها في أي مسابقة أولمبية بنلاقي فيها 3 أو 4 ميداليات ذهب. فهذا المفهوم لابد إن احنا نركز عليه إعلاميا، إن مفهوم الرياضة ببساطة جدا هو مؤشر من مؤشرات القوة الشاملة لأي شعب. يعني هنلاقي مثلا أي شعب متقدم، ألمانيا مثلا يعني هتلاقي مثلا أنواطها كبيرة، الولايات المتحدة الميداليات الذهب، أو يعني نقول الولايات المتحدة، الاتحاد السوفيتي السابق، أو دلوقتي روسيا أو ألمانيا، أو بتلاقي يعني يؤسفني جدا إن أنا أجد مصر إن لم تحصل على ميدالية ذهب أو فضة، أو يعني بتأثر فيه. يعني الرياضة مؤشر طبيعي جدا للحالة المعنوية بتاعت الشعب، مؤثر طبيعي جدا للحالة الصحية بتاعت الشعب، على الحالة الثقافية بتاعت الشعب. وبالتالي أنا بيسئني جدا ما يدور الآن في الرياضة المصرية. لكن أيا كان، أنا كنت بلعب أساسا كرة قدم، ويعني كنت عضو في منتخب مصر العسكري، وكنت في السباحة والقفز. والحقيقة يمكن السباحة والقفز دي ليهم وقفة، لأن كان اللي بيضربنا في هذا التوقيت السباح العلامة عباء حسنين. وبالتالي عندما توليت مسؤولية الكلية الحربية، قصدت ان انا اجيب الاستاذ عباء حسنين السباح العالمي واكرمه في مكتبي، حاجة شخصية جدا. لكن هناك مثلا احنا دخلنا وكانت الكلية الحربية كانت مجموعة الرياضيين فيها ضخمة جدا، يعني مثلا في كرة القدم زي ما انا بقول لحضرتك، الجوهري على احمد عفت على عز طبروس على محرم على يعني كده. يعني هنلاقي مثلا في السباحة نفس الكلام، يعني والقفز مصطفى حسن ووفيق فهمي، هتلاقي يعني مجمع رياضي كان بيدخل الكلية الحربية وكلية الشرطة ايضا. يعني ولا اعلم لماذا يعني تراجع هؤلاء الابطال على دخول الكلية الحربية او دخول الكليات العسكرية. الان باع اخر هو الباع الاكاديمي، فكنت تعمل استاذا للاستراتيجية باكاديمية نصر العسكرية، وكذلك اكاديمية الشرطة، وجامعة قناة السويس، وجامعة بورسعيد، واشرفت على عديد من رسائل الماجستير والدكتوراه. حدثنا عن العمل الاكاديمي. والله يعني العمل الأكاديمي زي ما تفضلت وسمعت قبل كده، إن احنا اخترناه واحنا في ردة المقدم، لأن احنا بدأنا نستشعر إن دورنا خلص. لكن الحمد لله إن هو دور المخلصي، يعني أنا خدمت في القوات المسلحة ما يقرب عن 40 سنة،
لكن كنت من 95 بدأت ان انا اتعامل مع العمل الاكاديمي كمدرس، خاصة في مسألتين رئيسيتين، علوم سياسية وشؤون استراتيجية لوحديهم يعني. والحمد لله يعني هناك مش عاوز اقول مئات من البحوث، والواحد يعني الحمد لله الواحد اشرف عليها. و يعني بقول حاليا دلوقتي انا بشرف على 3 بحوث رئيسية من 3 محافظين، محافظ مهدي، محافظ اسكندرية او حرفور بتاع شمال سيناء، او المحافظ السابق يعني محمد هو كان محافظ جنوب سيناء وشمال سيناء في الوقت ده. فهذا العمل الحقيقة راق لي من اوله، وانا قصدت ان انا ان شاء الله انهي الحياة او النشاط الحياتي بتاعي. ما هي احلامك للمستقبل؟ احلامي في المستقبل ان انا ارى مصر مستقرة زاهرة امنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. يعني انا اتصور ان موضوع الامن ده هو المحور الذي يتمركز حوله جميع السياسات الاقتصادية وكل شيء والامنية وكل شيء. فانا اتصور ان احنا يعني ارجو من الله سبحانه وتعالى ان ينعم على مصر بالاستقرار والامن، لان يعني الحاجة الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها للانسان يعني ان الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. يعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يعود الامن الى مصر مرة اخرى لتعيش الحياة اللائقة بما انزله الله في حق مصر في قرآن الكريم، بل في كتبه السماوية كلها يعني. كلنا نتمنى ذلك. لك العديد ايضا من المؤلفات والكتب، وكتبت اكثر من 150 مقال في مجلات وجرائد مختلفة. حدثنا قليلا عن هذا الاتجاه. يعني انا الحقيقة في يعني اهم المراجع والكتب اللي اتعمل كان كتاب اسمه التوازن الاستراتيجي لمنطقة الشرق الاوسط بعد ازمة الخليج الثاني. والحقيقة ده اصبح مرجع في مصر ده. لكن انا تناولت ايضا يعني كتبت عن اسرائيل واحتياجات الامن، ثم تركيا كتبت برضو تركيا التوجه والقدرة والدور، ثم ايران، ثم القوى الاقليمية اللي هي الفاعلة في منطقة الشرق الاوسط. لكن الواحد وهناك كتب عسكرية كثيرة زي عمليات الصاعقة، زي قواعد خدمة الميدان للصاعقة، يعني مؤلفات كتير الحمد لله. لكن انا بأشغل وقتي حاليا في ان انا اكتب مقالة اسبوعية لجريدة معينة، ويعني برضه الواحد يخلي نفسه في يعني ضمن الاحداث وضمن المتغيرات وضمن التفاعلات، بحيث ان برضه الواحد ما يبقاش يعني 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 يخلي الذهن ان شاء الله بالطبع خلاصة الخبرة بتطبع على الرؤية المستقبل في اطار القوى التي تتفاعل في المنطقة. بالضبط بالضبط. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا بك وكتر خيرك وان شاء الله موفقة. We spent almost 60 minutes with our special guest today, Maj.Gen.Dr Mostafa Kamel. He opened up about very important memories to him and to the whole Egyptian nation, passing by 3 major wars ended by the major victory of 1973. Then he opened up about his achievements in the academic career as well as his role in the political leadership of Egypt, being assigned to be governor of Port Said and deputy governor of Cairo as well as Egypt. Hope you've enjoyed these 2 parts of our special edition of Story of Success. Till we meet again.